السلام عليكم عشاق الخيول، مرحبا بكم اينما كنتم داخل وخارج ارض الوطن. هذا الفيديو هذا غنشارك معكم الراس، اشمل راس ديال الخيول اللي كاينه، ونشارك معكم الاثمنه ديالهم، وغادي نشارك معكم واش كاين شي وراق ولا ما كاينش. غنبداو معكم بحال بركه الله بهذا الخير. هذا عنده 8 سنين، كيتواجد في حد السوالم. بالنسبة للثمن ديالو طال فيه 2 مليون أونص. العود هانتوما كتشوفوه أرب بارب. اللهم يبارك الإخوة اللي بغا يتوكل على الله. كما قلت لكم 2 مليون أونص لحد السوالم اللي بغا يتواصل بالبائع. المهم كل حاجة نحط لكم النمرة ديالها، وانتوما بارطاجيو مع احبابكم واصحابكم، او ما تمشيو فين كاينين العودات كاينين الخيول خليكم معنا. وكاينه هذه جدعه بالوريقات ديالها، عندها 2 أونص ارب بارب، طال فيها مولاها 1 مليون أونص، وعندها 2 أونص الوريقات ديالها الاخوان، المرق ديالها فاس اللي بغاها يتوكل على الله. مهم اي حاجه كنحاولوا اننا نبارطاجيو معكم في هذا الفيديو، كنحاولوا اننا نتقاسم معكم المعلومات. خليكم معنا الاخوان، اي حاجه غتشوفوها في هذا الفيديو هذا. وكاينه هذه العوده هذه بالوريقات ديالها، عندها 6 سنين، والده جدع بالوريقات ديالها الاخوان، كتواجد في حد السوالم، مولاها طال فيها 2 مليون. مهم كما قلت لكم 2 مليون، وكتواجد في حد السوالم، اللي بغاها يتوكل على الله. حاجه وحده اللي بقات الاخوان هي راه بالوريقات ديالها، والمعلومات اللي توصلت بها عطيتها لكم. حاجه وحده هي الضرر، ما عرفاش ضاره ولا ما ضرش. مهم هذه المعلومات اللي توصلت بها عطيتها لكم كما هي. وكاينه هذه العوده هذه عندها 6 سنوات، كتواجد في تواريرتها الاخوان، تعطات فيها 3 ديال المليون، مولاها طارب 4 ديال المليون. العوده بارب ولوريقات. مهم الاخوان هادشي اللي كاين، طال فيها 4 ديال المليون. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، والمكان ديالها تواريرت. مهم 6 سنوات وضاره. مهم واللي بغا يتوكل على الله الاخوان، عندها 2 شهر يمكن في الضرار. يلا الاخوان حتى لهنا كيسالي الفيديو ديالنا، الى عجبكم لايك اشتراك، اللي ما مشتركش في القناه تحيه لجميع المتتبعين، كل واحد بالاسم ديالو ربي يحفظ.